معنا عمي أحمد مسبل، كما نسميه أبو الصناعات التقليدية بمدينة مسعد. عمي أحمد، وش تقولنا على ما وصلت إليه الصناعة التقليدية بمدينة مسعد؟ الصناعة التقليدية بمدينة مسعد، أنا نكون مارستها ياسر، ومن أقدم ناس حرفيين مازال موجودين. أنا من سنة 1957 من طفولة تاعي بديت المهنة إلى يومنا هذا. كانت في الماضي من 80 ليه كانت 95% برنوس، ومن بعد ذوك راه 1% برنوس. ومن بعد في 2017 هذه وكذا بجدية بدينا لي مونتو، هذا كاينين شباب، كاين كما بالرحمون نعاس راه زميلي وجاري في المحل، بدا لي مونتو هذا ويسرى الجميع وغرب الجميع وبدا المهنة هذه. قلنا اللي يكون هذا يساعد الشباب، خاطر الشباب دروك علاه طريق البرنوس، اللي يكون البرنوس كان يلبسوا ناس كبار، اما الشباب دروك هذا كان يلبس برنوس نوض ريح في كله ما يعرفش يلبس حتى البرنوس. عاد هذه وهذا ساعد الطرفين، ساعد المرأة والرجل اللي مونتو هذا يقدر حتى النساء يلبسوه. وانا هذا هدرت ياسر مع الصحابه وياسر جاوني وهدرت مع الاسم دايم والمسؤولين، ونهضر على الاسم اللقب والسنه خرجوا لي بالجيل الجديد هذا في الكتاب سنه رابعه ابتدائي، دايروا الصوره لي انا والاسم خطيب، هذا ماذا بيا به يصلحوا لي الاسم. اما الكتاب سنه فات فيه، لكن خطره اخرى اذا كان دي يخرج الكتاب يصلحوا لي الاسم باللي مسبل احمد. وبادي الحرفة هذه من سنة 57، اليوم من هذا 7 نوفمبر 2017. هذه المهنة راها إن شاء الله نتمناوها باللي تعيش، ونتمناو الأمهات تعلم البنات، وهذه الصنعة اللي تمتاز بها ولية الجلفة. إحنا كان على البرنوس يخرج برا يعرفوا مسعد الجلفة يخرج، أنا نفسي خيطت برنوس صدام حسين في أهل مكان موجود، بعث واحد من الزبائن تاعو والله صعب. وتبنتها ولاية أخرى هذا، وهذه المهنة تبنها ولاية أخرى بدون ما هي ليها. نطلبوا من المسؤولين. عمي عمي أحمد، واش هي دروك النقائص اللي تشكو منها الصناعة التقليدية بمصر؟ صح، نشكو من السلعة تاع العشرين هذه اللي راها قزات على الصناعة التقليدية. هذه القطعة راها عايشين منها تلقى 10 12 عائلة. كاين المادة الأولية تاع البر، وكاين مثلا صاحب السدية، كاين القرداش، كاين المغزل، كاين الثنثال، ومن بعد كي يشيلوا برا ذاك من السوق، الآخر كاين مرأة تنقلوا برا فقط وعايشة، كاينة وحدة تقردش وعايشة، تقردش وعايشة، كاينة وحدة تغزل وعايشة، كاينة وحدة معلمة في السد وتسدي وعايشة، وكاينة وحدة تقلع وعايشة، 10 عواية في قطعة، لكن قضاء عليها هذه السلعة تاع لاشين اللي هتجي. وقولوا بر، ولكن هي راها النيلو، ولو كانت تبلمل هاي يلوحها قاع ما يمشيش بيها تنتن عليها. هذه الصنعه احنا اللي راها ما دوك الناس عاد ما تخدمهاش قاع كره ديال كاع. عمي احمد، كيفاش نحيو نرجعوا القيمه الاصليه للصناعه التقليديه تاع مصر؟ كيفاش نرجعوا لها القيمه نتاعها الحقيقيه؟ يرجعوا لها القيمة نتاعها هو المسؤولين، لو كان يحبسوا علينا السلعة تاع العشرين الناس الكل تخدم وتعيش منها. وفيها ثروة، فيها ثروة للبلاد، وفيها ثروة للبلاد. حقا راه أصلا قانون خرج جديد سموه قانون تاع الاستثمار هذا، وشجعوا في الصناعة التقليدية صغيرة هذه. دوك هذه المشاريع، هذه المشاريع اللي يحب يستثمر، هذه المشاريع استثمار فيها. هذه اللي نقول هنا في البرنامج، وعيطنا وعيطنا. النداء اللي توجهوا للمسؤولين، واش تقول للمسؤولين تاع المحليه والولائيه، واش تقول لهم؟ انا اقول لهم يا ودي راني مانيش نهضر على مصلحه خاصه على نفسي، راني نهضر على المصلحه نتاع هذه الولايه وهذه الامه اللي عايشه منها الخدمه. يا ودي ماذا ما يهتموا بها،
وحبسوا علينا هذه السلعه نتاع الخارج هذه اللي راها ماهيش صالحه، ويخلي الناس تعيش وتخدم هذه المهنه تاعها. ويدعموهم يدعموهم دعم بدري راهو اللي صار له مشكل. كاين ناس راهو قارن حتى باه تخدم القطعه ما تلقاش باه تخدم.